لم تكن تمزغ شمال إفريقيا لقمة سائغة بيد الرومان أو غيرهم من الغازين كما يظن البعض، بل كانت نتيجة صراع دام عقودا طويلة راح ضحيتها الآلاف من البشر من كلا الطرفين. أزول، هذا حسن بوفوس معكم من قسم تولت الإعلامي. موضوع هذه الحلقة يوغرتن أو يوغرتا، القائد الأمازيغي العظيم الذي حكم نوميديا من سنة 108 إلى 105 قبل الميلاد. هذه الحلقة هي جزء من سلسلة من المسرحيات التاريخية التي تقدم مؤسسة تولت الثقافية من خلالها عرضا سريعا لأهم أدوار التاريخ الأمازيغي الممتد في القدم. في أوج الحرب البونية الثانية كانت هناك مملكتان تقتسمان شمال إفريقيا إلى جانب القطعة الشمالية من تونس الحالية المسماة بإفريقية، التي كانت محتلة من قبل القرطاجنيين. المملكتان هما مملكة ماسولا تحت حكم الأقلية الماسينيسة، وهذه تمتد من غرب تونس إلى أقصى شرق الجزائر الحالية في منطقة تسمى سيرتا، ومملكة مازيسولا يحكمها الأقليد سيفاكس، وهي تمتد من سيرتا إلى شرق نهر ملويا وهو كذلك الجزائر. ولقد تميزت العلاقة بين هاتين المملكتين بالعداء، فتحالف الملك سيفاكس مع القرطاجنيين اللي كانوا محتلين المناطق الشمالية من تونس، وغزا مملكة ماسولا اللي هي مملكة الأقليد ماسينيسا. هذه الفعلة اضطرت الملك ماسينيسا بأن يتحالف مع الرومان، فاتصل بسيبون الإفريقي سنة 204 قبل الميلاد، فهذا أدى إلى الحرب بين المملكتين الأمازيغيتين، مملكة ماسولا ومملكة مازيسولا. فدخل الملك ماسينيسا سيرتا سنة 203 قبل الميلاد، وأسر الملك سيفاكس وضم كل ممتلكات مملكة سيفاكس إلى مملكته، فأصبح كل شمال إفريقيا من سيرت في ليبيا حتى أقصى شرق الجزائر الحالية تحت ملك واحد، وهو الملك الملك ماسينيسا. وما تبقى من قرطاج وهي تونس الحالية والمناطق المحيطة بقرطاج كانت في يد الرومان بعدما دخلوها مخرجين منها البونيين. الجدير بالتنويه إليه هنا أن الملك ماسينيسا كان حليفا ذكيا لروما، حيث استغل حلفها معه لتوسيع رقعة مملكته، فكانت تمتد من نهر ملوية غربا إلى مدينة سيرت في إقليم طرابلس شرقا، وسلح جنده ودربهم تدريبا راقيا. كان هدفه الأكبر احتلال قرطاج في إطار برنامج سياسي طموح مبني على مبدئه المشهور إفريقيا للأفارقة. ونقل عنه المؤرخون لعصره قوله: إن القرطاجنيين أجانب في بلادنا، فقد استولوا غصبا على أملاك أجدادنا، ولذلك يجب أن نسترد منهم بجميع الوسائل ما انتزعوه منا بالقوة. هكذا برز الملك ماسينيسا الأقليد النوميدي زعيما لقوة سياسية أمازيغية صاعدة في المنطقة، مما أثار قلق روما. والأحداث التي تدور حولها هذه المسرحية هي جزء من هذا القلق الروماني المتزايد والضغوط التي مارستها على هذه المملكة لكي لا تتنامى في قوتها. الحقيقة لم تتمكن روما من التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة في أيام الملك ماسينيسا، فبدأت تتدخل وبصورة ملحوظة بعد وفاته سنة 148 قبل الميلاد، حيث تولى من بعده ابنه ماسيبسن الذي بطل العلاقة مع الرومان.
الحقيقة يتهم ابن ماسينيسا هذا أنه وطد العلاقة وأدخل الرومان، والمؤرخين يتهمونه بالتبعية للرومان، بل يتهموا بعضهم بالتبعية المطلقة لهم، وهو الذي قدم لهم التسهيلات التجارية الكبيرة، الشيء الذي استغله الرومان من طرفهم لتنمية مصالحهم الاقتصادية في مملكة نوميديا. وغرس الرومان على عادتهم جاليات رومانية كانت ورقة ضغط سياسية فيما بعد. توفي ماسيبسن سنة 118 قبل الميلاد مقسما مملكته إلى 3 قطاع، بين ابنيه أدربعل وأمفسال وابن أخيه يوغرطا بطل هذه القصة. يوغرطا أو يوغرتن بن ماستنبعل بن ماسينيسا يصفه المؤرخ الروماني لعصره سالوست في كتابه حرب يوغرطا بقوله: كان جميل الطلعة، قوي البنية، ذا ذكاء وقاد، يبغض البذخ والحياة في انفراد، فكان يقضي أوقاته في ركوب الخيل وفي رماية الرمح والتسابق مع أقرانه، وهم يحبونه ويخشونه ويعتبرونه زعيمهم، ثم إنه كان بارعا في الصيد وخصوصا صيد الأسود وغيره من الحيوانات المفترسة، سريع في العمل، قليل التبجح. كان الأجليد يوغرطا أشد المقاومين الذين عارضوا روما في سياستها العدوانية التوسعية زمان صولتها على ضفتي البحر المتوسط، ولذا تسبب صموده في هزات اجتماعية عنيفة اجتاحت القواعد الإيطالية كلها. وله مقالة مشهورة ندد فيها بجشع الرومان عامة ونبلائهم خاصة، قائلا: روما أيتها المدينة المعرضة للبيع، أنت هالكة لو تجدين مشتريا. مضت 3 أسابيع على موت الأجليد ماسيبسن، فاجتمع الأخوان أدربعل وأنفسال وابن عمهم يوغرطا ليتناقشوا في أمور الميراث. لا تتلفظ مرة أخرى بمثل هذه العبارات الجارحة يا مسا، قد تبلو من علم يوغرطا وتعكر الصوف الذي ننشده. فيما التخوف يا أدربعل؟ ألسنا ابني ماسيبسن الحقيقيين وورثيه الشرعيين؟ إذا ضعف والدنا يوما وخشي علينا من دهاء يوغرطا وطغيانه وجعله ندا لنا في الوراثة والملك، أنحن عاجزين عن الوقوف في وجهه؟ يا الآلهة، ما هذا يا أمثال؟ كلامك هذا غلط صارخ، بل حماقة ما كنت أتوقعها من طرف رجل نبيل ينحدر من عائلة ماسيبس العظيم. إني ما قلت إلا حقا يا خال. وهل كنت حقيقة ترى؟ وأين الحقيقة فيما تفوهت به الآن؟ سأقول لك حقائق تجعلك تخفف من حدتك، وسترى أن ما توهمته من حقوق اكتسبتها بالوراثة ليست في الحقيقة إلا شيئا واهيا، بل سرابا غدا عنك عمن تتكلم بهذا الاستخفاف. إنك تهاجم بأقوالك أعظم بطل عرفته نوميديا منذ جمعها الأجداد ممالك، وقبل مجلس الأمازيغ أن يتوارثها الأبناء عن الآباء، ومنذ وحدها جدكم ماسيبسا تحت رايك. ها قد قلتها يا خال، يتوارثها الأبناء عن الآباء. وقلت أيضا أن يوغرطا أعظم بطل عرفناه في قومنا، أعظم حتى من ماسيبسا نفسه، وهو صديق الرومان وفاتح الرومان. خشي والدنا علينا من دهاء يوغرطا وطغيانه وجعله ندا لنا في الوراثة والملك. بل تقدير لشجاعته وذكائه وسعة علمه وحكمته ومهارته في فنون الحرب. أجل أجل، إن ليوغرطا جميع هذه المواهب والكمالات، وقد أدركها أبوكما، ولذا أوصاكما بطاعته والإصغاء إلى نصائحه بصفته أخاكما الأكبر. فكيف تتنكر له بهذه السرعة يا ولدي وأنت لم ترى منه ما يحرج أو يؤذيك؟ تعقل يا أمسى، تعقل، وكونوا على يد واحدة
واعملوا على إرضاء الآلهة وأمازيغ القبائل كي تنجزوا ما أوقف الموت ما سنس عن إنجازه. أنا وأخي أدربعل قادران على تحقيق هذه الأمنية وحدنا. هراء يا ولدي هراء، فأين أنتما من يوغرطا ومقدرته وتجربته؟ صحيح، لا تقل صحيح يا أخي، فأنا لا أريد، لا أريد ولا أوافق على أن يشاركنا يوغرطا ملكنا وأن يهيمن علينا لمجرد كونه أعان الرومان على فتح نومانسا. لا أريد. يجب على كل حال أن تتحمل هذا الأمر كما تحمله أنا، فقد قرره والدنا وأوصى به رسميا. وقد أحسن سمعا صدقنا يا أنفسان، واحترم إرادة أبيك، فالأرواح مقدسة عندنا والأشباح تطوف بنا ليل نهار. ها هو قادم، احفظ لسانك يا أنفسان، تمهل وكن رصينا ونحن معك إذا اقتضى الأمر. لا أحد منا يجهل أهمية هذا الاجتماع بالنسبة إلينا وبالنسبة لمستقبل نوميديا ومستقبل علاقتنا مع روما، فقد أصبحت جارتنا وشركتنا في بلادنا، ولا أحد غير أخينا يوغرطا المحبوب لديها يستطيع أن يكون واسطة بيننا وبينها. ولكننا لسنا أعداءها. من حسن الحظ فلم يوجب لها أن تضايقنا في ملكنا. أما يكفيها ما استولت عليه من أراضي إفريقية بعد انتصارها على القرطاجيين؟ لا شيء يشبع نهم القوي المنتصر يا أمساد، وصداقة يوغرطا لروما درع لنا لاستبقاء أرضنا بأيدينا. تامورت يا ولدي، تامورت هي كل شيء. سنكون الاثنين ذلك الدرع. الأمير يوغرطا وجماعته ببهو القصر يا مولاي، أدخلهم؟ تعال معي لاستقبالهم يا مفسال، تعال. اذهب وحدك، سأنتظركم هنا. قد يلاحظ غيابك ويغضب. هذا أمره يا خال، فأنا لا أحط من مقامي وأخرج لاستقباله بالبهو. الحق مع مفسال، ليس لابني مسيبسن. اسكت والزم مكانك يا مسيفة، أنت لم تزل طفلاً فلا حق لك في الكلام. يا ابن العم، وإنما أردت. ليس لك أن تريد أو لا تريد، فالساعة حرجة، فلا تزدها حرجاً بطيشك. أنا خائف من هذا الاجتماع يا مسيفة، فأدربع مستسلم، وهذا الشيخ يؤثر علينا يغرطا، ولا يرانا أهلاً لتسيير شؤون بلادنا وحدنا، وقد هددنا حتى بجمع مجالس الأمازيغ. دعهما وقولهما، سنتخذ من يوغرطا موقفا عندما يكشف عن نواياه. من الصعب أن يكشف يوغرطا عن نواياه. لا تتنازل عن شيء، فلا حق له في الملك مع ابني مسيبسن. ولكن أبي أعطاه جميع الحقوق وإرادة أبي مقدسة. يوغرطا، يوغرطا، ذهب يا ولدي، إنه وصل. يوغرطا، الزول على ابن مستنبعل الكريم وبطل نومانسا العظيم. الزول على شيخنا جندبعل المحترم. أنت تدعوني بابن مستنبعل وتنعتني ببطل نومانسا، وأدربعل يستقبلني ببهو القصر ويقدم لي التمر واللبن كما لو كنت ضيفا أو سفيرا أجنبيا. حاش الآلهة يا يوغرطا، مع أنكما تعلمان أنني أعتز فوق كل شيء بعمي مسيبسن الملك الحكيم، ذلك الذي حباني بعطفه واعتبرني كبير أبنائه. كيف حال أخي أمسفال؟ أزول، أراك على غير مزاجك، أتكون متعبا يا أخي؟ كلا يا ابن العم، وإنما تذكرت والدي وجدي ماسينيسا. أجل ماسينيسا، مفخرة عرشنا، قاهر حنبال وسيفاكس، ولكنك لم تعرفه لأنه مات قبل ولادتك، وكنت أنا نفسي في السابعة من عمري، فكيف تذكرته الآن؟ بالمناسبة قيل لي عنه أنه كان شديد التحري. صحيح صحيح، وشديد الحرص على صفاء عائلته. أنا شرف الحديث يا أخي، وننظر في شؤوننا. لقد مضى على وفاة ملكنا مسيبسن 3 أسابيع، ولا يمكن أن ندع الرعية بدون راع وأن نزرع الشك بين الناس. يجب أن يعلم الخاص والعام على ما اتفقتم عليه،
وكيف قررتم تسهيل شؤوننا؟ القبائل تنتظر، وليس من المستحسن أن ندعها تنتظر ونطلق العنان لألسن السوء والمهرجين وأنتم أدرى الناس بطابع القبائل. نحن نجتمع لهذا الغرض أيها الشيخ المحترم، تفضلوا تفضلوا اجلسوا ولنشرع في العمل. أنا يجلس حيث شاء يا أدربعل، فالمسألة ليست مسألة مقاعد، فلنجلس على الأرض كأصدقاء يجتمعون ليوزعوا بينهم مسؤوليات خطيرة، مسؤوليات وضعتها نوميديا في أعناقهم، ولندع جانبا هذه الشكليات. نعم الرأي يا يوغرتا، ولكن يجب أولا أن نشغل مكانك بيننا حسب وصية ما سبسن الأجلين، فالصدارة إليك بدون منازع. نعم. لا أريد أن أضايق أمسفال في مكان اختاره لنفسه وهو به جدير. أمسفال أخوك الأصغر وثلاثتكم ملوك، وأمنيتنا هي أن نراكم تحكمون بيننا وتدافعون عنا كالرجل الواحد. نعم. هذا هو رأيي، تفضل يا يوغرتا فأنت أخونا الأكبر. لا بأس، ها أنا أجلس حيث شئت يا أخي وحيث شاء السادة الشيوخ. معذرة يا أمسفال. مقدمة مؤسفة، كم كنت أود أن أتحاشاها. سوف ألخص لكم المسألة وإن كنتم على علم منها، ثم أدعكم تناقشون فيها وأستمع إلى آرائكم، وسوف نعمل بما تجمعون عليه. ولكن بودنا أن نعلم رأيك أنت أولا ورأي أخوي. أظن أنني وأخوي متفقون على أن يكون سلوكنا ما ترون، فأنتم كبار القوم ونواب قبائلنا وعروشنا، وما نحن إلا نوابكم أنتم، أليس هذا رأيك يا أدربعل؟ لا رأي لي غيره. وأنت يا أمسفال؟ أنا أرضى بإكراه. كنت أود أن يكون خضوعك عن طيب خاطر، ولكن لا بأس، أرجو أن يتغير موقفك خلال الاجتماع. أنتم تعلمون أيها السادة أن الأجليد ماسيبسن توفي عن سن عالية، وأنه اتخذ في السنوات الأخيرة من حياته تدابير قد يبدو البعض منها في غير محله، نظرا لما اعترى مواهبه الفكرية من ضعف. لذا أسأل رأيكم، هل لا يكون من الأصلح أن يعاد النظر في البعض منها؟ بل يجب إلغاؤها دون استثناء. فهمت قصدك يا أمسفال، تريد أن يلغى العقد الذي يقضي بتوزيع الحكم بيننا الثلاث. هذا لن يكون ولن نسمح بالتفكير فيه. لست أنا المقترح لهذه الفكرة، بل هو يوغرتا نفسه. كان عليك أن تسكت. سامحتك الآلهة يا أمسفال، لو لم أعتبر صغر سنك لغضبت من كلامك هذا، لكن لا بأس، سأطمئنك على كل شيء وقد توافقني بعد استماعك إلى ما سأقول. إرادة الأموات مقدسة. شكرا يا سيدي الشيخ. للسادة أعضاء المجلس حق النظر في مسألة الملك وتأويلها حسب ما تقتضيه مصلحة نوميديا، ولن أبدي فيها أي رأي، وسوف أمتثل لما يرون. لقد أوصى أبي بأن يجزأ الملك بيننا الثلاثة، وهذه التجزئة هي عين الإنصاف. لست على رأيك يا ابن العم. ولماذا؟ قد لا يراك كفؤا. أرجوك يا مسفال أرجوك، هذه المقاطعات وهذه اللهجة لا تليق برجل في مقامك. ليأتي دبار ببياناته إذن. وهل تركت له الفرصة؟ لست أدري ما يجول الآن بخاطر الأمير أمفصال، كأنه يريد تعكير جو الصفاء والوئام الذي ننشده. لا بأس يا خال، فهو شاب لم تحنكه التجارب بعد، سوف يتروى في الأمر عندما يمارس مسؤولياته في الحكم. لنعود إلى حديثنا، قلت يا دبار. قلت إني لست على رأي ابن عمي أدربعل فيما يتعلق بتجزئة نوميديا إلى ثلاث ممالك، وإليك بياني. أتعلمون السبب الحقيقي
الذي أشهرت من أجله روما الحرب الثالثة على قرطاجنة؟ السبب واضح، قررت روما محق قرطاجنة استجابة لطلبات قاطون المتكررة في خطاباته بمجلس الشيوخ. لماذا كان قاطون يطالب بإبادتها وقد أصبحت كلا شيء بعدما طردت من صقلية ثم حرمت من أسطولها وخضعت لجميع شروط روما؟ لأن روما خافت أن تستعيد قرطاجنة قوتها وتشن عليها غارة أخرى. كلا يا ابن العم، فلأن روما رأت جدنا ماسينيسا يتقوى ويمتد سلطانه على إفريقيا، فخافت أن يضم قرطاجنة إلى ممتلكاته، وقد أصبحت عاجزة عن الدفاع عنها بعد هزيمة حنبعل، وأن نصبح نحن دولة قوية تنافسها سلطانها في البحر، فسبقتنا هي إلى القضاء على قرطاجنة لتحل محلها. ولكن جدي ماسينيسا كان صديقها. لا صداقة في السياسة يا ولدي. فلماذا التجزئة إذن؟ نحن لا نريد العمل إلا بما أوصى به أبونا، فلنفرد كل منا بقسطه من نوميديا وبثلث أموال والدنا، ثم نستمر نعمل يدا في يد. ما رأي أخي غرطة؟ سوف يكون رأيي رأي الجماعة. إذا وافق هؤلاء السادة على التجزئة فما علي وعليكم إلا الامتثال، وإن أولوا الوصية تأويلا آخر فإننا نمتثل إلى مقرراتهم، فما نحن إلا أعضاء من هذا المجلس. أعيد العبارة للمرة الثانية، سوف يكون رأي الجماعة. نحن ملوك. هل أن أتكلم؟ رأي الجماعة. ولم لا؟ أليس بوميلكار من أحسن قوادنا؟ ورأي أخي؟ ليتكلم. إذا اقتسمتم الملك سوف يتناحر أبناؤكم بعدكم. إذا سلمنا بأنكم تجتنبون أنتم جميع الخلافات، أفلا ترون من الأصلح بكم وبرعاياكم أن تؤولوا مفهوم الوصية تأويلا رشيدا، وأن تبقوا مملكتكم موحدة، وأن تسيروا شؤونكم بالشورى بينكم وبين هؤلاء الشيوخ الوقورين آل الخبرة الواسعة والنصيحة الصادقة. لينفرد كل منا بقسطه كما اقترح أدربال. هذه كلمتك الأخيرة. أنذركم أن العاقبة ستكون في هذه الصورة وخيمة علينا جميعا. لا أرى مبررا لتخوفك يا ابن العم، ما دمنا متضامنين متكاتلين. سوف تفعل السياسة والأطماع مفعولها فينا إذا تفرقنا. وليس لديكم الخبرة والمقدرة ما يقين دهاء الرومان، فأنتم تعرفونهم. ومن ينوي مقاومتهم؟ لا أظن أن أحدا منا ينوي مقاومة أحد، وإنما أطلب منكم ومن شيوخنا الأفاضل إذا لم يأمر أبونا بتجزئة ملكه أن تبقى صفوفنا موحدة كي نعمل على تنظيم أوطاننا ونجعل منها أمة قوية متحضرة. الوصية صريحة، يقول ماسيبسن: يقسم الملك على أبناء الثلاثة بالسواء، وأوصي غرطة رعاية حقوق أخويه كما أوصيهما باستشارة أخيهما الأكبر كلما اعترضتهما صعوبة. يمكن أن تقع المقاسمة بتوزيع مسؤوليات الحكم لا بتوزيع الملك إلى مناطق. إرادة الميت شيء مقدس، ولكن الوصية غير واضحة، وأنا لا أشتهي تجزئة المملكة لأنها مدعاة إلى إضعافنا عاجلا أم آجلا، وقد قلت لكم أني أخاف جور الرومان وعقلية القبائل. لا تنسى على كل حال أن روما سيدة الدنيا يا خال، وأن واجبنا أن نحترمها. وإذا كانت روما سيدة الدنيا فهل يجب أن تسيطر علينا وأن نصبح لها عبيدا أذلاء؟ ما هذا الآلهة؟ أجل سيدة الدنيا، علمونا أنهم قضوا 5 قرون في العمل المرير والجهاد المستمر ليحقق وحدة البلاد الإيطالية وجمعها تحت سلطانهم، حتى إذا ما أصبحوا أمة عتيدة وجهوا أنظارهم نحو الخارج ووسعوا رقعة ممتلكاتهم. علمونا أنهم انتصروا على قرطاجنة وعلى دهاء حنبعل لأنهم متكتلون ولأنهم حاربوه بأبنائهم، بينما كان القرطاجيون يتناحرون فيما بينهم ويحاربون بالجنود المرتزقة. نعم علمونا، لذا يجب أن نفعل مثلهم وأن نقتدي بخبرتهم ونسلك الطريق الذي سلكوها. صواب صواب. نريد أن نلتف حولكم وأن نعمل جميعا على النهوض ببلادنا
وذلك بإقرار الناس بأراضيهم وتفجير المياه وبناء السدود ومد الجسور وغرس الأشجار وخدمة الأرض لتنعم علينا بخيراتها وتكشف لنا عن كنوزها. نريد أن نبني المدن والقرى وأن نجعل من هذه الأصقاع المهملة جنة على وجه الأرض يعيش فيها أبناؤنا أحرارا لا عبيدا في ظل دولة تحميهم من كل خطر وتحقق لهم الأمن والسعادة. ذلك ما يجب أن نفعل يا ابن العم، يا أبناء العم. روما سيدة الدنيا، ولكن هذه الحقيقة لا تمنعنا من أن نكون سادة أنفسنا. مرحى يا ولدي مرحى، هكذا يتكلم ابن من سلالة ماسينيسا. لا شك أنه برنامج جميل خلاب، سوف نبذل كل الجهد للعمل على إنجازه يا دبار. بعد المقاسمة. لا يمكن، لا يمكن. أبعد سماعنا إلى خطاب دبار نذكر المقاسمة مرة أخرى. كما أوصى به ماستنبال، والوصية مقدسة. لم أشئ التدخل في هذا النقاش لأنني قررت أن أنصاع إلى ما تراه الأغلبية، إلا أنني لاحظت إصرارا عجيبا من طرف أخوي يدعوني إلى التصريح أمامكم لتبلغوه إلى قبائل لوميديا بأسرها بأنني لا أريد ملكا ولا أرغب في مقعد، لأنني جندي قبل كل شيء. وقد عرض علينا دبار برنامجا أعجبني كثيرا، فهو نظام سياسي اجتماعي يشابه نظام روما، وبه نكون نحن الثلاثة بمثابة القناصل، ويكون لنا مجلس شيوخ ينير لنا السبيل، وميزانية مركزة على نظام جبائي معقول، ومراقبون مليون، ونواب عن القبائل، ورجال عدالة. نحن على وصية والدنا، وإننا مستعدين للعمل معك يدا في يد على هذا الشرط. ها أنت الآخر تخاطبني كأنك تخاطب أجنبيا. لم أعد في نظرك ابن الملك ما استنباع عمكما ولا شريككما في الملك حسب الوصية المقدسة؟ لنضع حد لهذا الحديث. نخرج هكذا بدون نتيجة. ذاك ما أراد أخوي. المسألة دقيقة، يجب أن نجد لها حلا. وما ذنبي أنا وكيف العمل؟ أرى أن نعيد اجتماعنا هذا بعد نصف شهر، وأن نجتمع في هذه الأثناء فيما بيننا نحن معشر الشيوخ، وأن نأتي لكم بجوابنا النهائي إذا شئتم، ولكن رأينا لن يتغير في المقاسمة. وسوف نبذل كل الجهد لنكون عند حسن ظنكم وظن أخينا يغرطى، خصوصا بعدما يستقل كل منا بمنطقته وبرأيه ويكون حرا في تصرفاته. نعم نعم، وقد نتقابل دوريا ونتبادل وجهة النظر كمسؤولين على دويلات صغيرة. عول علينا في ذلك. ومتى وأين نتقابل؟ لقد اقترح الشيخ أن نجتمع بعض نصف شهر، ليكن اجتماعنا هنا بسرطة. أرفض الاجتماع بسرطة مرة ثانية. المال مودع بتجة، أي وافقكم ويوافق الزملاء الشيوخ أن تكون التجة مكان الاجتماع. هناك نبت نهائيا في الأمر وتتقاسمون الأموال. أنا موافق. وأنا أيضا. وأنا على رأيكم. اتفقنا إذن بعد نصف شهر بتجة. سأقيم هذه المدة بترمدة إذا أراد يغرت أن يعيرني داره هناك. ماذا؟ داري؟ بكل سرور يا ابن العم، ستجد هناك جميع أسباب الراحة وتكون قريبا من تكة. أما أنا فإني سأرجع إلى السكة حيث تركت ولدي وكرمينة في انتظاري. معذرة يا يغرت، معذرة، نسيت أن أسألك عن صحة عبد بعل وعن كرمينة. هل تعودت الحياة بيننا؟ لا يوجد فرق كبير بين حياة الليغور وحياتنا نحن، ثم إنها منهمكة في تربية عبد بعل، وهي تحبه كما لو كان ولدها. هو ابن أختي المسكينة التي ماتت عند ولادته. سوف يقوي واصر الحب والمودة بيننا يا مسيفة. ربما. اتفقنا إذن، إلى بعد نصف شهر سأقيم أنا بتبرسق وأكون هكذا أقرب منكما. بعدما تفرق الجميع
بقي الأخوان آمفسال وأدربعل وابن عمهم ماسيفة يتناقشون فيما جرى في الاجتماع. زعزعني دابار بحماسه وقوة حجته، فهو يتكلم بلغة المنطق والعقل، ونحن نجيبه بلغة العاطفة والخوف. لقد وحد جدنا نوميديا بعد انتصاره على سيفاكس، ومزقها بعده سيبون وإيميليان بين أبينا وعمينا، ثم اغتنم أبونا فرصة وفاة أخويه ليعيد وحدتها، وها نحن نعمل على تمزيقها مرة أخرى. وزعزعني مرة أخرى موقف يوغرطا واستسلامه لما يقرره الجماعة. لم أعد أفهم. لا تغتر بالظواهر الخلابة يا ابن عمي، فصاحبنا قوي، وقد ترك دبار يتكلم ليبدي أراءه. فإذا خدعتكما هذه الأقوال وضعفتما، صرتما لعبة بين يديه. غير ممكن، أنا أفضل أن أكون تحت رعاية روما ومضمون البقاء على أن أكون تابعا لهذا المغامر. أخفض صوتك، سنجتمع ثانية عما قريب ونعيد النظر في المسألة، إنها من الأهمية بمكان، لا ينبغي أن نستخف بها، لنعرها ما تستحق من عناية وتثبت، ونترك العاطفة جانبا. رأيك يا أخي، أما أنا فإني لن أجبن ولن أغير موقفي. وفي نفس الوقت الشيوخ بعد التفرق من الاجتماع يتناقشون فيما بينهم. لقد حرت وحار عقلي من هذا الخلاف بين الأمراء، فانفراد كل منهم بمنطقة حل معقول، إذ يضع في الحال حدا لكل خصام، وهو يتفق مع وصية مسيبس. دابار ويوغرطا ينظران إلى بعيد، يوغرطا يخاف أن يلعب الأجنبي بعقل الأميرين ويحدث الشقاق والتناحر بين الجميع ليسود هو في النهاية على الجميع. نظرية يوغرطا هي المعقولة، إذا اختلفوا في أمر استشارونا، ويوغرطا يعزز جانبنا، فنحن نوفق بينهم بدون أن تمس وحدة الدولة. وأما إذا تفرقوا عدنا إلى الحياة القبائلية وساءت العاقبة. نكتفي بالترصد الأحداث، وإذا وقع ما نخشى واشتد الخلاف، عندها نعود إلى الشورى ونقف في وجوههم، وتعم الفوضى وتدبرها الآلهة، فنحن لا نناصر إلا من كان على حق. يوغرطا وبوميلكار يتناقشان فيما بينهم بعد الاجتماع. ما رأيك يا بوميلكار؟ لقد بذلنا كل ما في وسعنا لإقناعهما، وأظهرت أنت صبرا جميلا. لم أفهم سبب رفضهما للحكم الثلاثي الذي اقترحته عليهما. لأنهما ضعيفان، ولكن لا بأس، قد نوفق في إقناعهما في الاجتماع المقبل إذا عقد. ماذا تقصد يا يوغرطا؟ أقصد أنه قد يجد جديد في هذه المدة. أمسفال قرر أن يقيم هذه المدة بترمها ليكون قريبا من خزائن المال ليحرفها، وطلب داري ليبعدني. كل هذا جميل، وقال أن ماسينيسا كان شديد التحري. لا بأس، لدينا حامية من الجنود الأوفياء بترميدا، ليس كذلك؟ أنت صديقي يا بوميلكار، قد قلت أنه قد يجد جديدا وكفى. وستكون بعيدا عنا بعض الشيء بسكة. نعم، بعيدا عن توكا قد يغير مكان الاجتماع. أنا أحب ولدي وأحب كرمينا لأنها شديدة علي، وأحبك أنت، والجنود أيضا يحبونك. هذا شأن. كنتم مع الحلقة الأولى من مسرحية يوغرطا المؤلفة من 6 حلقات، قراءة النص حسن بوفوس، إخراج محمد أمادي، كتابة النص محمد الزمرلي، الضبط والمقارنة التاريخية محمد أمادي، إعداد مؤسسة تولت الثقافية بالتعاون مع شركة فوزي فيزيون. في الحلقة القادمة
لماذا حرضهم على هذه الفعلة؟ يغرطة! ألا تسكت؟ ألا تسكت؟ أهلكتني! أرجوك يا سيدي! أرجوك! أرجوك! توسل! إنني لا أفهم يا يغرطة! لا تناديني باسمي ثانية! ولكن أهمسفال عرض نفسه للخطر إذ تكلم فيك بسوء أمام ناس يعبدونك. ما هذا الخبر البشع الذي سمعناه يا مولاي؟ لا مفر من التهمة! لا مفر من التهمة!